لو الحكاية فيها إن فيديو وإنما يصل إلى الله التقوى. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صك الأضحية هو عبارة عن توكيل وإنابة لأحد الأشخاص بذبح الأضحية، والتوكيل والإنابة في الأضحية جائزة شرعا، وبالتالي فصك الأضحية جائز شرعا ولا حرج فيه، مع التأكد من الجهة التي أعطيها هذا الصك وأعطيها هذه الوكالة بأنها ستوصل الأمر إلى مستحقه وعليه، فصك الأضحية جائز شرعا. معالي الدكتور، بعد ذلك برضه بدأ بيتكلم عن موضوع شراء الأضحية بالتقسيط. نعم. حكمه في الشرع هي معالي الدكتور. الأصل أن العلماء اختلفوا في حكم الأضحية، منهم من قال بأنها واجب، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا إنها واجب، وقيل إنها سنة وهذا هو الأرجح، وأنها لا تكون إلا في حق القادر المستطيع، وأن الفقير أقول له: لا تحزن، فلقد ضحى عنك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أقرنين أملحين. قال: هذا عني وعن أهل بيتي، والثاني عمن لم يضحي من أمتي. وبالتالي غير المستطيع ينبغي ألا يجهد نفسه وألا يكلف نفسه وألا يستدين. أما بالنسبة للأضحية بالتقسيط، إذا كان القسط مضمونا كقسط من مرتب دون أن يؤثر على مصاريف البيت وعلى حاجة الأولاد الأساسية والضرورية فلا مانع. أما إذا كان سيؤثر وسيؤدي إلى التقصير في الحاجات الضرورية والأساسية للبيت فلا داعي لهذا ولا ينبغي أن يفعله، لكن إن ضحى بالتقسيط فأضحيته صحيحة. فيك.